تواصل إسرائيل حصد ما يسمى بمجلس شورى حزب الله اللبناني، والذي يعد أعلى هيئة عسكرية للحزب. المجلس المكون من 7 أعضاء برئاسة حسن نصر الله بات حاليا يضم 5 قيادات بعد تصفية إسرائيل لقياديين 2، حيث تمكنت إسرائيل اليوم من الوصول إلى إبراهيم عقيل الملقب بالحاج تحسين، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان حزب الله. ولعل منصب رئيس أركان حزب الله بات يمثل لعنة لكل من يتولاه، حيث لم يمر شهران على مقتل رئيس أركان الحزب السابق فؤاد شكر الملقب بالسيد محسن، والذي اغتيل في غارة مشابهة طالت أيضا الضاحية الجنوبية. المجلس بات حاليا يضم سياسيين 2 و3 عسكريين، أبرزهم هاشم صفي الدين الذي يشغل رئيس المجلس التنفيذي للحزب. هناك أيضا النائب السابق عن كتلة حزب الله محمد حيدر، الذي يشغل منصب مستشار بالمجلس. أما عن العسكريين بالمجلس والمرشحين لخلافة إبراهيم عقيل بمنصب رئاسة أركان حزب الله، فهما قائد الوحدة 910 طلال الحمية الملقب بأبي جعفر، وهناك أيضا خضر يوسف نادر الملقب بعزدين، والذي يشغل منصب رئيس استخبارات حزب الله. وآخر أعضاء هذا المجلس هو قائد الوحدات الجغرافية بحزب الله علي كركي الملقب بأبو الفضل.